بهذا نأتي إلى محطتنا الأخيرة في بئر المكسور. أترككم مع هذه المبادرة الخيرية في شهر الخير، الخيمة الرمضانية. إلى اللقاء. هدفنا من الخيمة أنه أول شيء ننمي فكرة جديدة بالبلد، فكرة التطوع، فكرة العطاء. شهر رمضان كان فرصة أنه هاي الفكرة تطلع للوجود. عدة أشخاص شاركنا بعض الرأي وحاولنا أنه نطلع الفكرة بواسطة خيمة رمضانية. تلخص الفكرة باختصار أنه نأخذ من الميسورين اللي معهم من رجال الأعمال ورجال المصالح، ونعطي باقي الأسر الميسورة اللي من واحد لواحد من البلد ولا إلى البلد. الخيمة الرمضانية هي اجت فكرة من مجموعة نساء ومجموعة رجال اللي هن قرروا انه يعملوا اول مرة في بئر المكسور عمل مشارك من قبل الطرفين اللي هو نسائي ورجالي، مبادرة اللي غريبة من نوعها ما كانتش ولا مرة. كثير 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 الاشي اخذ ضوء واخذ ضجة في هنا في بئر المكسور، واخذ مكان كثير كثير حلو. الناس تجاوبت الخير كثير بشهر رمضان، التبرعات كانت مش متوقعة. الحمد لله الحمد لله. التبرعات كانت مش متوقعة. الحمد لله الحمد لله. إن كان لحوم، إن كان مواد غذائية، إن كان من ناحية مادية، مبالغ مادية، الحمد لله. وإن شاء الله بالنسبة لأنه إيش رح يكون بالمستقبل، أكيد 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 بعد النجاح اللي شفناه صعب إنه 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 نوقفها هاي الفعالية، مجبورة تظلها ببير المكسور على طول إن شاء الله.